في خبر مهم قبل ما اروح لتاريخ، او تعالوا نروح التقرير الاول وبعد كده ارجع اقول لكم الخبر المهم، عشان الخبر ملوش علاقه بالسوبر والتقرير ليه علاقه بالسوبر. نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا. من جديد يعود الأهلي والزمالك إلى ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية للتنافس على لقب كأس السوبر المصري، وهو الملعب الذي شهد أولى الجولات بين الفريقين في سباق الحصول على اللقب من خارج الحدود المصرية. مباراة القمة المقبلة في السوبر المصري هي الرابعة في تاريخ مواجهات الفريقين بالبطولة التي تقام في دولة الإمارات العربية، حيث سبق وأن التقى الفريقان من قبل في ثلاث مناسبات بالإمارات. كانت البداية من العين وملعب هزاع بن زايد الذي شهد تتويج المارد الأحمر باللقب عام 2015 بعد سيناريو مثير في ملعب المباراة، والتي كان الزمالك هو المتقدم فيها بالنتيجة وأمامه فرصة لإضافة الهدف الثاني، وجاءت له من ركلة جزاء، لكن كهربا الذي كان يلعب بالقميص الأبيض وقتها أهدر الركلة وانقلبت المباراة باتجاه الأهلي الذي لم يفوت الفرصة وتعادل وتقدم عن طريق عبدالله السعيد وسجل الثالث برأس مؤمن زكريا. المباراة الثانية كانت في سوبر 2016 والذي لعب في 2017 وأقيم على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وفي هذه المرة نجح الفارس الأبيض في خطف اللقب بركلات الجزاء الترجيحية بعد تألق حارسه جنش. وفي بداية عام 2020 عاد الفريقان من جديد على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة مرة أخرى، وكرر الزمالك نفس السيناريو حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي، ولجأ الفريقان لركلات الترجيح التي تألق فيها محمد أبو جبل وأهدى الكأس لأبناء ميت عقبة. بعد هذه المواجهات نجد أن الفوز لا يعرف الطريق للأهلي إلا في ملعب هزاع بن زايد، بينما يحقق الزمالك انتصاراته على ملعب محمد بن زايد. ويبقى السؤال في هذه المرة، هل يكون ملعب هزاع وش السعد على الأهلي من جديد، أم يحقق الزمالك فيه أول ألقابه؟ إن شاء الله مباراة ممتعة ومباراة كبيرة.